استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نور سات الأب الدكتور جمال خضر النائب البطريركي اللاتيني في الأردن، وذلك في حلقة جديدة بعنوان شؤون كنسية. تركز الحوار فيها حول كيفية تقديم الإيمان المسيحي للآخرين بطريقة يقبلها الجميع. المزيد في هذا الحوار. كان هنالك جلسة مع المعهد الملكي للدراسات الدينية الذي يترأسه سمو الأمير حسن، وكان الموضوع هو حول مريم العذراء في الإسلام والمسيحية، والطرح كان طرح روحي. قدمت مريم العذراء كما نفهمها، بنت الناصري، بنت بلادنا، وكيف هي قريبة منا وكيف نحب مريم. ومن الجانب الإسلامي أيضا كان هنالك مركز أديان في لبنان شارك بتقديم مريم في القرآن، فكان طبيعة الحوار روحية في وفيها نوع من المنافسة في محبة مريم. كان جميل جدا هذا اللقاء بوجود يعني أناس مختلفين من مسلمين ومسيحيين موجودين، ولكن بعتقد بهذا الحوار ارتقينا درجة إلى الأعلى في مستوى الحوار، من نقاشات إلى مستوى الروحي، مستوى كيف نتأمل في شخص مريم العذراء وكيف نرى بها ملهمة لنا اليوم، نستلهم من فضائلها من حياتها. هذا أيضا واقع موجود في الأردن، واقع موجود في أبرشيتنا. التحدي بالنسبة لنا هو أن نعيش الشركة، أن نعيش هذه الوحدة على الرغم من كل الحدود، على الرغم من كل الاختلافات اللي موجودة. كلنا نشترك في نفس الإيمان، كلنا في الكنيسة الكاثوليكية، وعلينا أن نتوحد وأن نعيش في ككنيسة واحدة تقوم برسالة واحدة. الموضوع ليس سهل بسبب التقسيمات السياسية اللي موجودة، ولكن مهم جدا أن نعيش بشركة، وهذا أحد الأهداف الرئيسية للسينودوس القادم، كيف نجدد الشركة داخل الكنيسة.